اليوم سبع سوايع ما نتكلم حتى كلمة. معناها تسمع بيها اللي يقولوها ياكل فلان ياكل في خبزته بسكيت. انت هو. انا هو سمير كمون. المشي كانت سنة 75 من هنا مشيت للندرة، من لندرة لمونتريال. في كندا انا يعني قبل ما نمشي نيويورك شريت البدلة متاع تشارلي تشابلن. قلت ممكن نهار من نهارات نستعملها البدلة في بارتي في حاجة. ففي نيويورك قعدت نخمم، قلت فكرتك البدلة هذيك، قلت بربي خلينا نلبسها ونشوف شنو هي الحكاية. ياك هو انا حطيت الشنبات جات بتفدليكة، معناها جات بتفدليكة، لبست اللبسة وقلت به، قلت انا يلزمني توا نخرج للشارع باش نشوف الرياكسيون تاع العباد. رد فعلهم. رد فعلهم. اخرجت رياكشن من نكره. وليت حبيب الناس الكل اللي تشارلي هاو ار يو. وليت تتصور مع النجوم كيما كلايو. قبل النجوم. وطبعا تتصور لتونس. قبل النجوم. هذا برجع حكايات خلوهم. من نيك. سميره بعث يتصوروا مع كلايو، وسميره بعث يتصوروا. وراه تصويره صمبا وماهوش كلايو وماهوش واحد. ومركب الفيلم. ومركب الفيلم. بعد العركة هذه. العركة هذه تعرفت اللي ربحت فيها، اللي ربحت فيها الشهرة. الحمد لله. تعرفت على مدير يونيفرسال ستوديوز. ومدير يونيفرسال ستوديوز أعطيته الكارتة نتاعي وكلمتني السكرتيرة نتاعو وقالوا لي إيش قولك تولي تخدم في اليونيفرسال ستوديوز، هذه من أكبر استوديوهات السينما والأنيماسيون في أمريكا. من وقتها وليت نخدم توا 13 سنة معاهم، عندي عرض يوميا. ما يبقى 15 دقيقة بالموسيقى، حركات شارلي وتشاغب في الناس اللي يجيو داخلين وتمسهم وتحاول تشاركهم بالعملية وكذلك وكذلك. وبعد الشو هذاك نخرج لبرا، ثم بنك نقعد على البنك ونقعد نصحح في ريزودوغراف ديما كنصحح سمير كمون فروم تونيزيا، من تونس. قديمة سجين الشخصية متاع تشارلي شابلن، تقلد فيه كيفاش يتحرك وتقلد فيه كيفاش يمشي وتقلد فيه كيفاش. لكن انت نجيب عندك الحق في كل هكا، حتى ما جيتش وشفت وعشت في الجو. نعم. عاملين لي قيمة كبيرة ياسر غادي. نعم. وما نقعدش في لوس انجلس برك انا. نعم. انا سفير يونيفرسال في الخارج. نعم. مازلت رجعت من اليابان. نعم. من استراليا. نعم. من كندا نمثلهم. نعم. اون سمير اون تشارلي شابلن. نعم. وفي الافلام قلت لك نمثل اون سمير، ثم افلام عملت فيلم افلام ادوار قصيره لكن عندها معنى كبير ياسر. ووليت ما نعرفش اذا كان وصل لك الخبر، وليت نلحن زاد. انا ما فهمتوش هذه الحكايه، ما دخلتش لمخي. اي معناها انت بديت مشيت غاديك تعمل في الحكايه اللي قلت عليها كله نتاع تشارلي شابلن. اي نعم. نهار من نهارات وليت انت مؤلف وشاعر. ما فهمتهاش الحكايه ذي. سهل ياسر. اولا بابا الله يرحمه الحاج طيب كمون من اكبر الفنانين اللي كان. هي حكايه طويله برشا. اي حكايه طويله تطلب برشا وقت. عمرك عملت شارلو في تونس؟ تشارلي؟ لا ما شغلك البقعه هذه فيها برشا عباد. حفله. انا مره حتى مانع. حوايج لهنا. كل شيء دبروا تركينا وانت عم مكياجك وجوك. كل شيء موجود. تفضل سمو. اوكي. ليتس جو. Yeah.
تونس. السيدة المنوبية ما عايش في كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مرحبا بك في تونس. كل شخصية تونسية تخرج أمريكا تلقى روحها مفتخرة اللي موجود في سمير كاموني مثل أحسن تمثيل تونس. مشيت غادي أنا مشيت في أمريكا عشت في أمريكا وكلموني عليه، كلموني عليه سمير كاموني وتحفظوا به وقالوا لو سول اللي يمثل حقيقة شارلو شابلان هو تونسيان. شرفنا حتى في هوليوود في أمريكا وقابلوا السيد الرئيس آخر مرة. يمثل بصمت، يمثل بصمت، ما يتكلمش، تكلمش بالفضل. ساكت. سمير كمون يعيش في أمريكا. شكون اللي قال لك الكلام هذا؟ مع سمير كمون غني على التعريف. تعرفه من قبل؟ أيه. يغيب ولا ما يغيبش على تونس ديما نعرفوه. شوف فيلم شارلوت. نشوف أيه. يعجبوك؟ أيه. ورينا لقطة من فيلم شارلوت راه أنت بيها. أنا كيكة في أمريكا سبعة سوية، هذا حد شيء سبعة سوية يوميا. بعد ما تروح بعد خدمة سبعة سوية كيفاش تتسيب على المرأة في الكلام؟ مسكينة زوجتي منظمة منيا حبر ما تحل الباب وتلقاني تشرب زوز تواب عسبيرين. تعرفني مانيش باش نسكت حتى للصبحية، تقول لي حتى وانت راق تتكلم. ما تقلقكش الحكاية هذه. لا لا نجيب تعرف اسمع قبليك علقنا موضوع، قلت لك أنا تموتش في الشخصية متاعها هذه، تموتش من حيث العطاء كفنان. أنا نعرفك مليح كفنان كمبدع كممثل أرتيست كبير ياسر، والفنان المبدع عنده حاجات ديما داخل نفسه يحب يخرجهم. سمير كمون كيموت في شخصية شارلي تشابلن ما يتكلمش بنفس الحركات وبنفس الإيقاعات، تخافش تموت فيك روحة الإبداع؟ نعلمك رسميا أنه من أكثر الألحان متاعي لحنتها واللي إن شاء الله يتعرف عليها الجمهور لحنتها وأنا ساكت وأنا نعمل شخصية شارلي تجيني وأنا من جاك الترحيم يا سمير؟ موهبة من عند ربي يا أخوي نجيب، وما تنساش اللي من عائلة فنية. تنوت أنت تنوت. الوالد الله يرحمه الحاج طيب كمون كان يعزف الفيرونسيل مع حسيبة رشدي وصليحة وعم بدر الله يرحمه بالدار، الوالد وسي صلاح المهدي. نعم. وسي عبد الحميد بالعلجية. نعم. الوالد. ففي يوم الأيام الموهبة هذه خرجت في كاليفورنيا، جاء وقت كل شيء بوقته كما احنا نسجله طبعا. أنا سمعت الحكاية من عند مطربين لبنانيين جابوا الأغنية اللي تدخل فيها في تونس، أنا خلوني بجهلة ومتلوموني أهل الخير. أنا شافوني.